أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم كفاءة متميزة من جمهورية سوريا الحبيبة. اخترنا لكم السيد محمود عبد القادر، صاحب شركة ماجيك راجز. بداية، أسعد الله أوقاتك أستاذ محمود. يا هلا، نورتونا وشرفتونا بي. الله يزيدك يا شرف هلا يا رب. يا بالبداية هلا. حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين من هو السيد محمود، ما حفظ الألقاب. أنا محمود عبد القادر، خصيم من سوريا، مولود بحلب. مهنتي هي حرفة البسط العربية على النور العربي. جيت على دبي من 2008، وبعدين اشتغلت والحمد لله اليوم أنا بملك محل بدبي ما شاء الله بشارع السيف. ما شاء الله، جميل. من وين اجتك فكرة تأسيس شركة داخل دبي محمود تخص الأعمال اليدوية؟ أول ما جيت على دبي كنت أشتغل مع عائلتي بنفس الشغل، بس كنا نشتغل بالمهرجانات والفعاليات الدولية. بعدين فتحنا شركة صغيرة، وبعدين اجتني الفكرة اني لازم يكون في محل متخصص بالتراث العربي، لانه المدينة محتاجة هيك شيء، وما في شيء اي شيء بيمنعك من ان تكون من موظف لمالك شركة او اي شيء. في تسهيلات كثيرة تحققت لي، كانت في صعوبات صغيرة اني ديكورات ما ديكورات، بداية تأسيس الشركة، بداية هالشي، بس الفكرة اني هي في كتير جنسيات بالعالم بيسافروا من دولة لدولة ليجي يتعلموا التراث العربي في الإمارات العربية المتحدة. فاللي شفته أنا بالنسبة للمجال السياحة أني هاي فكرة كتير 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 ممتازة، أني نفتح يكون في شيء تراث عربي بيشرح للأجانب والجنسيات تجي تشوف شو هنن العرب، شو تاريخ العرب، شو المهنة تبعيتهم، الحرف اليدوية تبعيتهم. الحمد لله. جميل جدا، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا أستاذ محمود. شكرا. لو حكينا اليوم شو الخدمات اللي بتقدمها شركة ماجيك راجز للعملاء والكستمرز؟ بالنسبة نحن في عنا كل شيء متعلق بالتراث العربي للزوار مدينة دبي، وفي عنا شغلات بالنسبة للمقيمين. نحن بنعمل ديكورات تراثية مثل فعاليات تراثية، فعاليات عربية، جلسات عربية بجميع أنواعها، الجلسة المغربية، الجلسة المصرية، الجلسة الشامية، الجلسة الإماراتية اللي هي البحرية أو البرية منها. وفي عنا كتير شغلات بالنسبة فعاليات الاحتفالات الوطنية نقدمها للزبونات، وفي كمان ديكورات، بنسوي ديكورات للمطاعم، بنسوي ديكورات للفلل، بنسوي خيم وجلسات عربية كتير كبيرة من الخيم المبنية من الحديد والسدو والجلسات اليدوي اللي هو البسط والسجاد، ومنها هي الجلسات الشامية اللي مثل هذا الكرسي بكل أنواعه. جميل جميل جدا أستاذ محمود. اليوم حابين نتعرف أيضا على الأشياء اللي ميزتكم داخل دبي بالرغم من المنافسة الشديدة في هذا المجال. الشغلات اللي بتميزنا هون بالمحل بماجيك راجز، اني انا اخترت ان يكون هذا المكان متعلق بالوطن العربي بس، فقط متعلق بالامارات وكافة الوطن العربي، تراث عربي، ما في لا تراث اني هندي، اني جاي بضايع هندية. وفي شغلات اني انت لما بتجي على المحل عم تكون على اتصال مباشرة مع صاحب المكان اللي هو الحرفي اللي عم يشتغل في ايده ليجي يعطيك القطعة تكون في بيتك او في شركتك او في دكانك في السوق او المطاعم. فالشيء مميزنا ان الشيء نحن بنعمله في ايدنا وبنعطيه للمستهلك مباشرة. والتواصل معكم دايركت؟ التواصل بيكون معنا على طول، اي مكان بتروح. هلا انا بالنسبه لان الحمد لله مالك الشركه، فانا عندي هذا المكان بشارع السيف، وهلا في عنا موقع تاني بمدينه الجميره صغير، فانا مخصص وقتي بالصبح بيكون الشغل كتير منيح بمدينه الجميره، وبالليل بيكون الشغل كتير منيح بشارع السيف. من هون لهونيك، يعني اذا جيت هونيك بتشوفني واذا جيت هون بتشوفني. ميت السلامه. استاذ محمود، اليوم لو سالناك على خططك المستقبليه، شو خططك لتطوير الأعمال الخاصة بحضرتك؟ أول ما بلشت أخي إني أنا شفت إن في تسهيلات كتير كويسة من إدارة المول للحرفيين والفنانين كإحياء التراث العربي والتراث الإماراتي، فحققنا نجاح كتير كبير بي أنا يعني شخصياً رجل أو شاب صغير، فعندي الحمد لله مكان بروفيشنال ومكان ينعد كشركات قوية. هاي بالتسهيلات اللي أعطوني إياها من إدارة المول، التسهيلات الموجودة في الدولة.
بعدين بعد ما افتتحنا بشهرين حققنا نجاح كتير قوي. إدارة من شركات الكبيرة بالإمول اللي هو مدينة الجميرة كمان عطونا مكان، الحمد لله صار في عنا مكانين. المستقبلي اني انا عاوز ان شاء الله يكون لهالشركة هاي مكان صغير بكل مول موجود في إمارة دبي إن شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن كل التوفيق. شكرا كثير. شكرا كثير. نشوفكم على مستوى إن شاء الله الإمارات وعلى مستوى الوطن إن شاء الله يا رب. إن شاء الله براند عالمي بإذن الله. إن شاء الله هذا اللي عم نسعى له بإذن الله تعالى. هذا اللي عم نسعى له. سيد محمود، حابين بس توجه برسالة أو نصيحة للمستثمرين الجدد القادمين إلى الإمارات أو إلى إمارة دبي بالتحديد، من وين يبدأوا، كيف يبدأوا أعمالهم عشان يكون مستثمر الاستثمار في دبي بشكل عام كتير 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 جيد، بس لازم يكون في دراسة. هلا أنا أول ما بلشت إني هيعمل دراسة للمكان، المكان المناسب بالمساحة المناسبة والصبر. لما بدك تفتح مشروع ولازم تفتح مشروع في هيك دولة وفي هيك مكان وفي مولات كتير كبيرة، والجو تبع الدولة والمدينة بيساعد ان المستثمر يجي، فلازم ان يكون المكان والمحافظة على المكان. لازم صاحب العمل على طول يكون على رأس عمله، لازم يشوف شو الموظف عم يشتغل، الزبون إذا كان في له أي رأي تاني، أي شيء بيصير لازم يصير مباشرة مع مالك الشركة. صحيح. هيك بيصير ما في أي أخطاء ولا في أي مصاعب بتواجهها بالمستقبل. صحيح صحيح، جميل جدا. نشكرك على هذه النصيحة. شكرا كثير. شكرا كثير للمستثمرين الجدد. أستاذ محمود، زي ما بنعرف إحنا دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بالأمن والأمان. عندك يعني تقريبا 230 جنسية داخل دبي. صح. الكل بيعيش بألفة ومحبة ودون أي تفرقة ما بين مقيم أو مواطن أو جنسية أو جنسية أخرى. صح. وهذا يعني لم يأتي من فراغ أكيد في قيادة. صح. حكيمة ورشيدة. صح. شو بيعني اليوم للأستاذ محمود الأمن والأمان داخل دولة الإمارات، وأيضا تتوجه برسالة شكر خاصة لشيوخ وحكام دولة الإمارات؟ هذا شيء طبيعي إني واحد يتوجه رسالة، أعظم الرسائل الشكر للحكام الموجودة، لأنه يعني سهلونا. بالنسبة لي برجع بقول لك، بالنسبة لي أنا شاب طموح دخلت على البلد كموظف عادي، الحمد لله هلا حاليا عندي شركة وباسمي مستثمر واسمي هذا. هذا صار ماشي عن فراغ، صار على شيء إن في شيء سلام وفي شيء اسمه البلد موحد لكل اللي موجود فيها. البلد انت بتدخل على البلد حر، اذا كان معك مصاري ولا ما معك مصاري، بتشتغل بتتعب على نفسك، ما حدا حيوقفك ولا حدا حيقول لك اني ممنوع ولا اي شيء. من حقك اني تعمل اللي بدك اياه تحت القانون وتحت السلام الموجود واللي لازم نحافظ عليه. السلام بهالبلد هاي، انا شخصيا اللي ببيع للزباين يوميا من كافة دول العالم، كل الجنسيات بالعالم، الجنسيات الأوروبية والجنسيات الآسيوية والجنسيات الأفريقية، بيتمنى يكون عندهم مدينة مثل مدينة دبي أو دولة مثل دولة دبي بسلامها. كمثال نحن يعني أنا اللي بترك البضايع برا وبنترك المحلات برا وبنترك الزبون على راحته، فهو الزبون بيستغرب أني أنت عم تترك هيك، قال له إذا تركت مبلغ كبير بالأرض ما حدا حيشيل لك إياه، حيرجعوا لك إياه مباشرة. فهاي شيء بتخلي أي واحد عاش بدبي ودولة الإمارات وشرب من ميته وأخذ من رزقه أن يدعي للناس وللحكام اللي هيئت هذا المكان لكل جنسية، لكل جنسية مو بس عربي، لكل جنسية موجودة حابة تجي تعمل شغل هون. هذا شيء ما صار عن فراغ، هذا شيء صار على أنه تنبنى دولة ترفع رأس الوطن العربي كله بكل أصنافه، بكل أديانه، بكل شيء، بكل شيء، بكل كل يعني ما تحسن توصف هذا الكلام. يعني أنا كتير كتير فخور إن أنا موجود، وشخصيا يعني أنا عايش هون صلي زمان من سوريا، زرت الأردن وزرت هذا وزرت كتير دول. السلام الموجود هون بيميز أي دولة عند الثانية. صحيح صحيح. اليوم ما شاء الله الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في مجال وموضوع الأمن والأمان. صح. احنا بنحييك على هذا. شكرا كثير. الرائع والجميل. شكرا كثير استاذ محمود. شكرا كثير. في نهاية برنامجنا حابين نتعرف على موقع الشركة
تمام، حكيت لي اكثر من شركه موجوده، بس بدنا نعرف المواقع ونعرف الساده المشاهدين. المحل الرئيسي الموجود لشركه ماجيك راجز اللي هو بشارع السيف بردبي منطقه الخور تحت ميراس، محل رقم 64 موجود بالمول، وفي عندنا محل صغير اللي هو بمدينة الجميرة معروف. المنطقة هاي منطقة كتير 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 حيوية بالنسبة للسواح وبالنسبة للمقيمين موجودين في الدولة. اسم الشركة ماجيك راجز، إذا حطيت على الجوجل ماب موجودة مباشرة، تحسن تطلع عليها وبتزورنا. في سهولة للوصول، في كتير كتير سهولة الحمد لله، كتير سهولة، بس إني مجرد تبحث عن بالجوجل على اسم الشركة اللي هو ماجيك راجز بيبين عليك الموقع، بيبين عليك صفحات السوشيال ميديا، بيبين عليك الأكاونت تبع الجوجل، بيبين عليك كل شيء. جميل جدا. أعزائي المشاهدين، سوف تظهر أرقام التواصل لشركة ماجيك راجز أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا أستاذ محمود بنتشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال. يا هلا، شكرا جزيلا. يا هلا، نورتونا. يا هلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي رعاية الله.